الحمد لله كنا هنا ودخلنا وفرينا المشكله. نخدم الوقفه الاحتجاجيه على جال سحاب تيزي وزو، خدمت لحد عدان بشهاده الكفاءه المهنيه. لانا كدي ترونسبورتور في غرف لانا الناقلين الربنتي، لانا كدي نكوني يخدم 30 سنه هادي سواش على فان دو كونت يضرب شهاده الكفاءه، يعني غير مقبول. داروا الوقفه هذه ما حبوش كما يقولوا حبوا يتضامنوا معاهم. من بعد شفنا دخلنا مع السلطات، احنا كممثلين في الولايه هذه مع السلطات، شفنا المطلب هذا باللي الحمد لله راهم نظروا فيه، و المطلب شهادة الكفاءة المهنية.